صالح أحمد خليل صالح، الملقب بنهاد، مواليد 1/1/1996، من عشيرة البياتي، وأني متزوج ولدي أطفال، من أهل قضاء طوز خرماتو، وأني أسكن في محافظة كركوك 1 حزيران. انضميت إلى الدولة الإسلامية عن طريق نسيبي، هو اسمه رايبر عدنان حمد الملقب بحيدر. وأن نحن مفرزة تتكون من 4 أشخاص، حيدر وحسن وبصارة وأني، والمسؤول الرئيسي أبو قاسم هو في الحويجة، المسؤول الرئيسي في على كركوك. وكان تكليفي بالعملية من قصر كركوك، بالعملية مال فندق قصر كركوك، إني أذهب إلى قضاء طوز خرماتو، أتي بالأحزمة الناصفة بالسيارة الأنترة مال حيدر. استلمت 3 أحزمة ناصفة على عدد الانتحاريين، فأخفيتها بالسيارة. بعدها رجعت إلى كركوك، أخفيتها في بيت حيدر السيارة الأنترة. بعدها أبو إبراهيم خابرني أسلم السيارة بها الأحزمة لأبو إبراهيم لكي يسلمهم للانتحاريين. فوديت السيارة لأبو إبراهيم لكي يطلع الأحزمة يوديها للانتحاريين في حي العروبة يوم حسن. بعدها خابرني، فرحت شفته، سلمني السيارة الاعتيادية الأنترة. بعدها خابرني يمين نفس اليوم، قال أكو سيارة كوريلا هي المفخخة. فجبت تبادلنا بالسيارات، طان المفخخة وانطيتها الأنترة أني، فأتيت بها المفخخة هي السيارة الكوريلا، فجبتها بيت حيدر لكي يطلع المتفجرات الذي تتكون من 30 رمانة، 30 رمانة للانتحاريين 3. بعد طلعت المتفجرات من السيارة وديتها عن طريق أبو قاسم، فخابرني أبو قاسم قال توديهن هذا الحسن، أبو قاسم المسؤول الرئيسي على كركوك، خابرني. فوديتهن 30 رمانة الحسن بالعروبة، سلمتهم إليه بسبب تواجد الانتحاريين يمه بالليل. بعدها أتيت للبيت، أخفيت السيارة المفخخة الكوريلا. بعد هذا خابرني الصبح أبو إبراهيم مسؤول المفرزة لكي يأتي بالمفخخة الكوريلا، فسلمت الكوريلا للمفخخة وسلمني السيارة الأنترة. بعدها أبو إبراهيم مداها السيارة الكوريلا المفخخة للانتحاريين، فسلمت السيارة الكوريلا للانتحاريين. بعدها رحت ورا، فأخذت أبو إبراهيم شلته بالسيارة، الانتحاريين طلعوا قدامنا احنا وراهم. فوصلوا انتحاريين أمام القصر، فندق قصر كركوك، وصلوا هناك اشتبكوا مع القوات الأمنية. هذا احنا أمام القصر واقفين يعني نشوفهم يعني انتحاريين. بعد ذلك اشتبكوا معهم من 5 دقائق إلى 10 دقائق كان يعني الاشتباك. بعد ذلك أبو قاسم المسؤول علينا يعني كلنا على كركوك، كان اتصال على الانتحاريين ويا أبو إبراهيم. بعد الاشتباك أبو قاسم خبر أبو إبراهيم، قال فجر السيارة لكي تواجد القوات الأمنية هناك، ففجر السيارة المفخخة أبو إبراهيم وألقى القبض عليه من قبل القوات الأمنية من إقليم كردستان. أنا اسمي محمود علي الصالح داود،
كنيتي حسن، مواليد 89، ساكن في حي كركوك حي العروبة، عشيرتي عزي، متزوج وعندي أطفال 2. انضميت إلى تنظيم الدولة عن طريق أحمد فهد. أحمد فهد ربطني بشخص اسمه أبو قاسم. أبو قاسم خابر وكان يتخابر عن أبو قاسم. أبو قاسم قال راح يجيك شخص، شوف إيش تحتاج من عنده، إيش يحتاج من عندك. فتخابرنا، خابرنا الشخص. الشخص اسمه أبو إبراهيم. إبراهيم قال إيش تقدر تساعدنا، يعني تقدر تخلي أشخاص يمك؟ قلت له اعتيادي. فبعد فترة يعني قبل أحداث كركوك يعني خابرني قال راح يجونك أشخاص. فيعني جو الأشخاص انتحارية 3، خليتهم من الجسر الرابع، باتوا يمي يوم. كان اسمائهم أبو ليث وأبو أنس وأبو براء. باتوا يمي يوم يعني ثاني يوم العصر، وديتهم لأبو إبراهيم. هاي يشوفون المنطقة يستطلعونها، من ردوا باتوا يوم أبو سارة يوم. يعني نفس اليوم جابوا، قال راح يجيك شخص اللي هو من مفرزتنا، حيدر وش اسمه، حيدر ونهاد. جابوا رمانات، طيب أخذنا أبو سارة وداهم للانتحاريين. احنا كنا أنا وأبو سارة وحيدر ونهاد والمسؤول المفرزة أبو إبراهيم. وبعد فترة تم إلقاء القبض عليه من قبل أمن قوات كردستان. أنا اسمي غيبر عدنان حمد، ملقب بحيدر، مواليد 90، من أهل ديالي، هسه ساكن حاليا في كركوك واحد حجيرة. وانضميت إلى الدولة الإسلامية، انضميت إلى الدولة الإسلامية عن طريق أبو قاسم في شهر 8/2014. وسوينا مفرزة بداخل كركوك، نهاد وحسن وأبو سارة وأبو إبراهيم مسؤول مالنا داخل كركوك. بعدين سوينا عن هاي مال قصر كركوك. أبو قاسم خاورني قال دز نهاد نسيبي للدوز بالسيارة، لأن ترى ماتي تروح تجيب الأحزمة من الدوز، جابن حاطن الأحزمة بالدوز، راح جابن حاطن بالسيارة، جابن دفن بيتي بالسيارة. بعدين ورا يومين أبو إبراهيم خبرنا قال ديزني هات خلي يروح يجيب السيارة اللي بيها الأحزمة ويجيب ليها للعروبة. وداها نهاد للعروبة واستلم السيارة من عند المغرب. السيارة المفخة نوع كوريلا، جابها من الحي العروبة، جابها لواحد حجيران بيت نهاد. أنا ونهاد فتحنا البيبان عن طريق أبو قاسم. أبو قاسم خبرنا قال افتح البيبان، بيها رمانات 30 رمانة. طلعنا الرمانات ويا موبايلات 2، كان يخلينا بالعلاقة، كان نركب السيارة شغلناها وديناها للعروبة العلاقة بيها رمانات، وديناها سلمناها بيت حسن وبيت أبو سارة. رجعنا السيارة لبيت نهاد. الصبح نهاد طلع بيها، بدا السيارة انطاها سلمها لأبو إبراهيم والبيت الانتحاريين. وبعدين نهاد نزل ركب السيارة على ترمات البيئة حزمة، هو أبو إبراهيم. أبو إبراهيم مشى قدامهم هو ونهاد وسوى العملية هو ونهاد بخصوص العملية مال كركوك. وراها القبض على قبض قوات الأمنية قديم كردستان. اسمي حسين علي حسين صالح، الملقب بأبو سارة، من مواليد 1993، ساكن ملا عبد الله، جاي الكركوك سكني. انضميت عن طريق حسن للدولة الإسلامية نهاية 2014. قبل عملية قصر كركوك بيوم خابرني أبو إبراهيم، قال لي يجون يمك 3 انتحاريين تخليهم بيتك تبيتهم ليلة وتجيب ليهم. فجاب ليهم قبل العملية بليلة، خلاهم يمي، فباتوا يمي ليلة ورجعتهم بالليل. بنفس الليلة حسن خابرني قال لي تعالي على الشارع، رحت له فانطاني علاقة رمانات وديتها لهم للانتحاريين. للصبح ظلوا يمي، باتوا ليلة، فوديتهم للشارع، أخذهم أبو إبراهيم، فألقى القبض عليه من قبل قوات إقليم كردستان.
Thank you.